السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في تقديم مستجدات الكتالوج 10 لسنة 2015. كيف ما تلاحظوا اللي هو من غير المألوف عندنا أنه تنوجد عطر على الغلاف، لأن العطر الجديد من جورداني جولد هو النجم هذا الشهر. في هذا الكتالوج عندنا 4 فئات ديال المستجدات، واللي هما العطور، المكياج وطلاء الأظافر، مستلزمات العناية الشخصية والعناية بالشعر، وأخيرا الأكسسوارات. وكيف ما حددنا في بداية التقديم، جورداني جولد إسنز الفاخر هو نجم الكتالوج 10، خصوصا وأنه أكبر إصدار على الإطلاق بالنسبة لعطور جورداني جولد. فنكهة زهرة البرتقال الإيطالية الموجودة في العطر عندها رائحة خاصة جد أنيقة، وتخلقت حصريا لشركة أوريفلام من طرف المبدع الشهير فابريس بيلغرام. بالإضافة، القارورة مصنوعة من زجاج رصيع شبيه للكريستال، وعندها غطاء مصنوع من الذهب الحقيقي 24 كارا، رمز للفخامة والأناقة. واللي مهم نشيرو ليه هو أنه هاد الشهر برنامج الربح تيمكنكم أنكم تاخدوا جوج ديال العطور جورداني جولد بخصم تيوصل 45%. وزيادة على هذا، تدخلوا في المسابقة لربح لوحة مستحضرة تجميل رائعة قيمة 300 درهم بالنسبة ل 200 مستشار الأولين بأعلى مبيعات عطر جورداني جولد إسنزا. ثاني فئة غادي نطرقو لها في التقديم هذا اليوم هي فئة المكياج وطلاء الأظافر. ومع عطر جورداني جولد الجديد تنحضروا كذلك التجديد ديال لو مكياج جورداني جولد اللي تبدلات التركيبة والشكل ديال المنتوجات ديالها للأحسن. المنتوج الجديد هو كريم الأساس المضاد لعلامات سن التجاعيد، فهو مصنوع من لا تروف بلانش اللي هي مادة طبيعية جد نادرة، واللي تتعطي لتركيبة المنتوج ميزته المضادة للأكسدة. زيادة على ذلك، تركيبته غنية بالمعادن مزودة بمؤشر الحماية 8 ضد أشعة الشمس، فهذا المنتوج تعمل كمكياج وكعلاج في نفس الوقت. وهذا الشهر يمكن لكم تستافدوا من تخفيض 55% إلى شريتوا قيمة 200 درهم من الكتالوج. ثاني منتوج جديد بالنسبة للمكياج جورداني جولد هما لي بيرل برونزون اللي موجودين في جوج ديال الألوان. الكويرات المعدنية اللي تتكون منها هذا المنتوج هي مصنوعة يدويا في إيطاليا، وتتعطي لون مضيء للوجه طبيعي وتدوم لمدة طويلة. وثالثا، جورداني جولد تطلق 8 ديال الألوان ديال أحمر شفاه إيكونيك الجد مناسبة لفصل الخريف. تركيبة هذا المنتوج الرائعة متكونة من زيت أرغان اللي تغذي وتصلح الشفاه، كيف ما تساعدهم يحافظوا على الشباب والحيوية. زيادة على ذلك، مؤشر الحماية 15 تحمي الفم من الشمس ومن الجفاف والتجاعيد. والعناية بالأظافر، جورداني جولد تقدم مجموعة جد أنيقة تتكون من 5 ديال الأدوات ديال المانيكور، وهاد الطقم تتبع ألوان جورداني جولد السوداء والذهبية. وتنمر الآن لصنف مستلزمات العناية الشخصية والعناية بالشعر. بلا شك سبق لكم وجربتوا مجموعة إليور رائعة للشعر الشهر الماضي. هذا الشهر أوريفلام تطلق القناع المغذي اللي حتى هو مركب من زيت أرغان، من لابغدان المغذية، من زيت الورد، ومن لافيتامين إيه المقوية. تنستعملوا لو ماسك بحال بديل للملين من مرة حتى جوج المرات في الأسبوع للحصول على تغذية مثالية. تنخليو المنتوج فوق الشعر لمدة 3 حتى 5 ديال الدقائق قبل ما نغسلوه بالماء. ميلك اند هاني جولد حتى هي جاتنا بحلة جديدة، وتتقدم لنا مقشر طبيعي من السكر المصنوع من الحليب والعسل. تتخلص من الخلايا الميتة ديال الجسم بطريقة سهلة باش يخلص بشرة ناعمة شابة ومعطرة. أما كريم الاستحمام فتنضف بنعومة وترطب البشرة وتعطرها بلطف. وباش
تكملوا روتين العناية بالجسم، استعملوا كريم الجسم اللي تينح الترطيب، تدوم لمدة 24 ساعة وتخلف عطر رائع. أما الصابون من ميلك أند هوني جولد فصيغته الرطبة والمناعمة بحال الكريم، بلا شك غادي تعجبكم. آخر صنف وصلنا ليه ديال المستجدات تتعلق بالأكسسوارات. أول أكسسوار هو ساعة كاسكاد الأنيقة اللي مصنوعة من لاتي إينوكسيدابل واللي عندها تقنية كوارتز. شكلها الذهبي المرصع بالأحجار تجعلها مناسبة للسهرات. أما الحجم ديالها فهو 6 سنتيمتر على 5.7 سنتيمتر، تتوضع بحال شي سوار وهي تتناسب جميع أحجام لي بواني. عند شراء 200 درهم من لو كاتالوج تستفدوا من 55% ديال التخفيض. والمحبات اللآلئ مجموعة سيرينا تتوفر قلادة مصنوعة من صفين ديال اللآلئ البيضاء والذهبية بحجم 47 سنتيمتر، وعلى سوار مناسب بحجم 22 سنتيمتر. أما الأقراص فيمكن لها توضع بربعة ديال الأشكال المختلفة. وصلنا الآن لنهاية هذا التقديم، نتمنى يكون عجبكم وإلى الكتالوج القادم.